مشاهدين كي دايرين لاباس عليكم اش كتعاودوا ان شاء الله يا ربي يسركم هذا الفيديو هذا بخير وعلى خير وراحه البال الرزق الكثير لكم كاع كاملين والعائلاتكم فين ما كنتوا. احنا راه يلاه فقنا البنات فطرنا دابا انا درت الطاجين غادي نردو فاطمه زهراء كتجمع في الصاله. المهم غادي تدوزوا معنا اليوم النهار كامل غيجيو عندي شي صحفيين باش غادي نصور معاهم واحد الانترفيو. الصراحه تنفرح بزاف فاش كنصيب تعاليق زوينين وحتى الناس اللي كيهضروا معايا او حتى الصحفيين شنو تقول لي المراه الحديديه. شرف كبير ليا ان بزاف ديال الناس خذوني قدوه ليهم في الاصرار في التحدي في الطموح في العزيمه. درت شي حاجه بين عينيا وبديت كنوقف على رجلي الحمد لله بديت من الصفر او الليله يمكن نقول لكم من تحت من الصفر والحمد لله اللهم لك الحمد البنات. غادي ندوز معكم اليوم نهار كامل وغادي تشوفوا اشنو داز في هذا اللقاء الصحفي شكون اللي جا عندي وكيفاش يعني كاع الامور كاع الامور. خليكم معايا في هذا الفيديو. هذا درت اللحم درت الزيت البلديه كندير الثومه كندير شحال من فوق غير جوج درت كنور ديال الزعفران البنات بعد ما راه باش ندير اللحم كندير هاد تنديرو الطعمة البنة حكيرة التومة ها حكيرة وا ندير التوابل هذا عندك بحال شكل في الحوار تجيب ماكلة زوينة برا ما طاع عليا شاء ماكلة زوينة عندك انا كانوا عندي في الدار الاولى بزاف تقول الحماس تقول الحوار الحماس كله نعم كانوا عندي بزاف في الدار الاولى ما يقولوا لي لا راه تيديروا السرطان تيديروا عرفتي ماشي 8 ولا خليتهم في النهار بار الحل وندمت عليهم دابا ما فيش هذاك الماده اللي تيكونوا صابغين بها الطوال دابا كل شنو تيبقى يقول الله تندمت انا جايه ياك اختي شكرا سير 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 عرفتي البنات تنحك وخايفة على ضفراني شي ضفراني على لحمي باش ما يديرش لحقاش البال كانت من هنايا صافي كنخليه كيتقلى كتزيد فيه شويه ديال الماء وكنسد عليه حتى كيطيب البنات شويه بعدا يفوت نص الطيبه وعاده كندير البصله وندير الزيتون وكنقلي البطاطا. البنات بدينا انا راه البارح غسلت شعري باش اللي قالت لي فاطمه الزهراء نصايبو لك مع فاطمه الزهراء راه استيتيك استيتيك هذاك 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 المهم المانيكير والبيديكير صاحبتي من نهار تعرفت على الحاض يعني نصايب لك رجلاتك ولاو طيبين البارح تتوريني في رجل ولد هارون تتقول لي غيوليو بحال هكا غوز والله ما بعرفت قاعد معاك تصايب فيهم ها وشي المهم علاش انا ما قاري ما خدتش الدبلوم قريتو وصدقت حملت ومن بعد خرجت ما بقاش كنقول قالت لي فاش زيرتها قالت لي حق خصك ديطول ديطول شفتني طوية وصاحبتي وانتي عادي ربتي تبجابي الله تصاريك ديطول عرفتي تتحمقني انا ريحتي والله ما فتاك معاك ها مول الحانوت وداك سرق قلبي على ديطول
تصايب لي المهم شعرك الا حرقتي هي وطيب الزهره فراسك. انا نقول لك واحد الحاجه ما تنقربش السوشوار كاع الزغبه غير من بعيد فراسك. واحد الحاجه واحد الماسك درتو مع شامبو شاريه ليه الماسك الاول شاريه ديميلو وهما ورجتني نادا فيهم شداهم نادا يا اختي وجربتو فاش بغيت نجي عندك شتي شعرك كامل فصايبتو بالسيشوار فن فن فن. والبارح جبت معايا ديميلو تفكرتو بعدا وجبتو هنايا ودرتو البارح شوفو والله الا لا شعري راه رطب مازال هنا غير ما عندنا اخي واه لا لا والله الا زوين ديميلو والماسك ديال شامبو زوينين يا ماما مزوين يلا اختي يلا يلا وريدي يا راكك ها هو العصير انتظروني لتراوي النتيجه تعرفي منين مع ام هارون منين ما صايبت لشي وحده والله عداك تحرقيلي عداك تحرقيلي تحرقيلي يا شطيطاتي انت تخيلي اش نضحكوا تخيلي تخيلي مع نكمل وطلع دوك لانطيرات دايرين هذاك اللي تقرب لك اللي تقرب هذا الزغبه تقرب لها السوشوار. هو الصراحه الصراحه البنات اللي عندها الفلوس دير بخوتين ديال الشعر شعرك ركع لي انا البارح راه غسلت وجمعته ومشيت خاصني تان مخطى نفس راحي تسرحي عرفتي راه الزغبه الهوية هادي تتوكل باش تيجي تضحك قلت لك على الفيديو غادي تقعدي حتى لحدايا ما هضرتش معاك هادي البارح وتنبغي الناس تجي بطل الزهر الويت تتجلس حدايا لا هي تنوض لا هي تنوض تنبقاو نضحكو 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 وراسي وانا فيا الناس وانا يلا مدوشه فيا الناس وانا تصايب طلع في الفيديو كنبقى عندي قلت لها هاكي هالفيديو كتبت عليها ماشي هدرت معاها تنشوف عمرها كتب عليها قلت لها هاكي هالفيديو الله يرحم ليك الوالدين يلا ما نوض كاع هاد البيت كنت نرسي فيه ضحكتيني انا حداها راني حداها ملاصقه جنبي على جنبها ومصيفطه ليا ميساج واه باش نوضي باش نوضي قلت لها كنت قاعد الله يرحم لك الوالدين البيت خلينا نعسو ونورها ما جاهاش الناس ومشات لعند فاطمه الزهراء لقاش كاينين انا وجا انا وفاطمه الزهراء بجوج ونادا ونورهان واه اللي كاينين في الدار نورهان هي سمعت عند فاطمه الزهراء وقالت تلعب حداها في البيت تتلعب حداها لقاتها ناعس ما لقاتش اللي برز طيت قال لها خالتي ما بقيتش ندير نوضي تماكي ليا نجربو شي حاجه قالت لك خالتي ما بقيت مين دير نوضي ماكي ليا نجربو الماكياج في وجوهنا قالت لها سير راه الليل هذا يلا صافي صافي خلينا من الضحك خلينا الخدمه تلاقينا مصطي اختي دوري هذا هانتوما البنات شهدوا انتوما هانتوما غنشوفوا كيفاش غيخرج ان شاء الله صافي غنحسب لك غير 150 درهم وديري لي داك الشي بوكلي مع عندك ديري لي الضفره ديال العود وتقول لي نوضي تقعدي ويلي عقلتي السحليفه بوكلي مع بوكلي من هنا بالزيت العود هو البنات فاش تصايبوا شعركم حاولوا الا بغيتو تمشيو عند شي كوافور ولا شي حاجه عدو ديو معاكم لا من غير المشاطي ديو معاكم سيروم ديال الشعر لحقاش راه ماشي كاع الكوافورات تيخدموا بالسيروم الا درتو غير زيت عادي اولا كيتكرفص لكم الشعر دائما السيروم البنات وديما قبل ما تغسلوا شعركم والله الا انا جربت الماسك ديال الشعر قبل فن 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 غزال اي شامبوان كتخدموا به اي ماركه كتستعملوها ضروري كيكون عندها الماسك ديالها وكيكون عندها الديميلوغ ديالها حيد النظاره نضي دراتي في ياك بغيتيني نقطع عوره ويبقى يبان ليا حتى حاجه ايوا حيدي باش مع ما دايراش مع ما دايراش لي لونتي البنات المهم واخا نتوما ما تيبان ليا والو القدام نتوما تشوفوا لي الدنيا هانيه كمش كمش اش كنا تنقولوا دور هان علاش على السيروم كنتي دايره واه السيروم ديال الشعر ولي ماسك ضروري ديميلو على البنات اللي بغات شعرها يبقى خاصها ضروري تخسر عليه واحد شويه اي شامبوان كتخدموا به اي شامبوان البنات كتخدموا به كتستعملوه قلبوا لي على السيروم قلبوا لي على الماسك ديالو قبل من العومان وكاين ديميلو من بعد العومان انا كنقول لكم كنصيحه من خصكم
ما عندك سيرو؟ قلت لك انا صالون مساعدة. قلت لي مالي انا صالون مساعدة. المهم انتما انا قدت لي شعري. لا لا تشحي صالون 30 درهم يا خصمك حقاشتي صباح. ما حشمت دابا اللويه درك نو نكمل الطاجين ونحبسك ما تاكليش. نكمل ندير اللويه لك من تحت شويه. قلتي لي نصايب لا دابا وشو؟ لا لا والله الا معاك بصح واش عندك سيروم ولا لا؟ لا والله ما عنديش انا سيروم. ما نشوف انا شوف انا هذا في الباليزه واش كاين السيروم. نشوف السيروم. السيروم البنات انا حقاش عندي. لا عندي الزغبه رقيقه. لا ماشي واقفه واقفه راه ماشي مشكل. اللي عنده الزغبه رقيقه وتطير هذاك خاصو ضروري. خاصو ضروري السيروم من بعد. ايوا ونوضو نكملو شقا نجمع ليا شي حكاكسي نشوف الطاج هاك كرسي. هانتوما شوفو الله الا تبارك الله عليك فطوم الزهره بخليك حبيبي ديري واخا شعرك. انت شفتي البوكلاج عافاك والله الا كون عادتي صاحبتي مشروع واش نكمل هذا الحمل راك عارفه باش تكملي. وا الدريه تزاد بخير دري. ولكن دابا ما قريتش 4 شهور ما كملتش صاحبتي. مازال خاف من القرايه كله تقريعه كله. ايوا قابل لي شعرك انت شفت فيه البوكلاج ما بغيتش ندير شي برودوي. الله جاني الله يعطيك الصحه. شكرا بزاف. ايوا البنات المهم نوضو نجمعوا شي عكاكنا بعدا ونقليو شي بطاطات باش نحطو نتغداو عاد نكملو التوجان. ما جاو عندي البنات وصلوا دابا لاله مولاتي. طبيعه الحال معايا كريمه ومعايا المصور الصحفي. غادي ندير معهم واحد روبورتاج اليوم. غادي نحط لكم شي لقطات منه وغادي تلقاو الروبورتاج كامل عندهم في القناه ديالهم من بعد ملي غيحطوه. كيفاش كتلقى صباح انتقادات؟ يعني كتلقاي شي كومونتير ماشي هو داك الدار شفتي واسع مع اليوتيوب. في الاول كنت كنتقلق دابا والله ما كيبقى فيا الحال. بالعكس كنشوف واحد النسبه ديال 98% اولا 97% اللي كلشي كيبغي كلشي فرحان لي. واحد النسبه ديال 2% اولا اللي كيعطيوك انتقادات اولا كيعايروا اولا تيدوزوا في وجه الاخرين. قشاتي واسعه معهم والله العلي العظيم. في الاول كان كيبقى فيا الحال دابا لا. عرفتي فاش شريت الطوموبيل داك النهار بكيت بالفرحه. باش تصوري كاينه اللي كتزغرت ليا في الانستغرام لي ميساج. كاينه لي كومونتير تصوري 10000 كومونتير كاع الناس فرحانين لي. وحق الله العلي العظيم كنقول اشنو بيني وبين الله سبحانه وتعالى حتى يكون كاع هاد الحب. الحمد لله اللهم لك الحمد. هادي اكبر نعمه من اليوتيوب زياد على انه هو اللي كيخلصنا وعايشين بخير والحمد لله. الحب ديال الناس ما كيتباعش. ما كيقولوا وحده امانه صافي خدامه عندها هذه عندها هذه تقرب منها. تعرفتي شي موقف بحال هذا؟ انا نقول لكم واحد الحاجه اقسم بالله على العظيم كنت شاده حق الله وكتعرضي للتحرش وتتعرضي ويلاه تقريبا كنتفكر يلاه ما تراجلي مع شي يومين ولا ثلاث ايام كيجيو الخطاب. تقول لكم اللي تلوحي حق الله واحد السيد فلان الفلاني شافك في العزاء. بنادم راه كتوصلي لواحد المرحله كتشوفي شي نماذج كتقولي سبحان الله العلي العظيم. كاين بزاف بزاف وسورتو انا كنقول العيالات اللي تيكونوا يعني ارملس اللي مطلقات وحتى اللي باقي بنات يوليو يعرفوا اشنو كيديروا. تولي تكون قرصه. علاش؟ لحقاش كيجيوك بنادم بزاف كيطمعوا فيك. الا ما كانش عندك تجربه غادي تطيحي غادي طيح. انا الحمد لله عندي تجربه خدتها بعين الاعتبار من وما كنعطيش الفرصه لاي واحد حتى الخدمه. Thank you.
تكون بفضل المتتبعين باش حنايا كنتخلصوا، بفضل المتتبعين باش حنايا عايشين. المتتبعين كتبقى ليهم الفضل الاول والاخير في ظهور اي يوتيوبر وفي الصعود ديال اي يوتيوبر كيف ما بغا يكون. المشاهدين ديالي الصراحه الله يعمر ليهم الدار، الله يكبر بهم كيف ما كيكبروا بينا، والصراحه كيعتبروني اختهم وبناتي كيعتبروهم وليداتهم، داكشي علاش كنبغي نشكرهم بزاف 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 لان الفضل ديالهم باش حنايا عايشين. شكرا ليهم والله يحفظهم الله يخلي لهم وليداتهم ويخلي لهم معز عليهم. البنات يلاه سال لينا اللقاء الصحفي ديال اليوم مع مجله ديال لالا مولاتي، الصراحه الله يعمر ليهم الدار والله العلي العظيم. لا كريمه لا الولد الصحفي اللي كان معاه من اول مره فجاو عندي، بقات العلاقه ديالي زوينه مع كريمه، كنتواصل معاها في الواتساب، انسان الله يعمر ليها الدار. لا هي لا الولد الصحفي صراحه ناس بخير، داكشي علاش غير اقترحت عليا انها تجي تصور معايا واخا ما كايناش في داري، قلت لها راني كاينه في خريبكه، قالت لي في طنجره غير قول لهم يجيو مرحبا بهم حتى لهنايا بلا ما نخرج نصور معاهم برا ولا شي حاجه، وفعلا نيت جاو صورنا. المهم البنات نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون زوين، ينال الاعجاب ديالكم، جاوبت على الاسئله اللي عطاتني كريمه، واخا حتى سالينا ونتفكر شي مواضيع اخرين ولكن ماشي مشكل. مره اخرى ان شاء الله. دابا جاوا عندي على حساب الطوموبيل يباركوا ليا وعلى حساب شحال من حاجه اخرى. مره اخرى ان شاء الله ما تعرفوا يسهل لنا الله سبحانه وتعالى ونهار تكون عندنا الدار ثاني يجيو عندنا مره اخرى. ولالا نورهان عايشه الحياه، يا نورهان شد شدك ديال الخبزه البنات نورهان شوهتينا قلت لي شوهتينا ماك مش شاده شدك ديال الخبز ها وتسوخرتي للاخره واش تتفرج لك في الرسوم. ما نور عين فاش تتخبر تنعرفو كاين هنايا في الصاله. ندى يلاه سالات وكالت طب لقات ندى يلاه خرجوا. انا عرفتو البنات الا ضرني راسي بزاف ودرت نضيض راسي ديالي ها خرجوا انا نحيد لي لونتي ديال الشوف ودرت نضاضر ضرني راسي اليوم ما تكيتش انا مع الشقيقه في الراس البنات راه ديجا قلتها لكم داكشي علاش كندير لي لونتي ديال الشوف الشقيقه ديال راسي الا ما تكيتش واحد ربع ساعه او لا 10 دقائق في النهار المهم نغمض عيني الا ما غمضتش يضرني راسي. ودابا راه ضرني راسي غادي نمشي نتكى واحد شويه قالت لي في طنجره يلا نخرجوا قنطات في الدار قلت لها بلاتي نتكى واحد شويه وعاد ديك الساعه نخرجوا. والبنات نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم البنات، ما تنساوش شجعونا باللايك وتسناوني فيديو اخر ان شاء الله على القناه والسلام عليكم.